فرحانين، فرحونا الدراري تبارك الله عليهم بجوج اصلا ثلاثه الاول كان غير هما ما حسبوش، ولكن حنا بالنسبه لنا 3-0. وصراحه كيما شفتوا معنا في الداخل الجو تبارك الله زوين، وكاع الناس فرحانين وتحنا فرحانين صراحه. كنشكرهم بزاف وفيف لو ماروك. بالنسبه لهاد المقابله هذه كانت ضد المنتخب البلجيكي المصنف ثاني عالميا، الحمد لله فرحونا الدراري ديالنا وكانوا رجال في هذا الماتش، جابوا 3 بوان. ان شاء الله الكاليفيكاسيون الماتش ديال كندا غادي يكون احسن من هذا ان شاء الله. اليوم فوز المنتخب المغربي وكان الماتش زوين وكان في المستوى، وان شاء الله نتمنى نهار الخميس يكون بحال هذا او توفيق اكثر وديما مربوحه في المغرب. احنا فرحانين بزاف حيت اليوم ربحات المغرب مع بلجيكا، وديما مغرب وان شاء الله نتاهلوا للفينال علاش لا، وديما مغرب. ذات ماتش ود موروكو we want the win and another match with Canada. I just like Morocco. Just wanna thank you for Hakimi and thanks for everyone playing in this football.